فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الهدية لا يجوز إهداؤها ولا بيعها؟ إذا قبل الهدية صار مالكا لها، إذا ملكها يتصرف فيها مثل ما يتصرف في ماله ببيع أو هبة أو أن يأكلها أو ما أشبه ذلك. نعم، ماله مثل ماله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.